ابراهيم، اهلا وسهلا. النهارده هنعمل كيكه ذره. فاول حاجه هنعملها نص كوبايه سكر، ده صوص، مش صوص يعني، هو شربات خفيف كده برتقان، هنحطه على وش الكيكه بعد ما تطلع، بس لازم يكون بارد، فعشان كده انا بعمله اول خطوه. نص كوبايه سكر حطيتها، هقلبها شويه، بعد كده احط عليها، بسم الله الرحمن الرحيم، كوباية عصير برتقال، تغلي شوية. اول ما تغلي وادوب السكر هحط عليها نقطتين ليمون، وطبعا البرتقال حامض فالسكر مش هيسكر معايا، بس انا برضو بحب يعني ايه نقطتين ليمون، دول بيدوا طعم للشربات كده. واسيبها بعد كده تغلي حوالي 5 دقايق وخلاص على كده. بسم الله الرحمن الرحيم، هنعمل كيكة الذرة او البسيسة. اول حاجة طبعا عملتها اللي هو الشربات اللي هنسقيها بيه وسبته يبرد. بعد كده هنحط، هقول المقادير وانا بحطها، 4 بيضات عليهم كوباية سكر وكوباية زيت، ممكن تحطي نص سمنة ونص زيت يعني حسب، وفانيليا. معلقة بشر برتقال، هضربهم لمدة 4 دقايق أو 5 دقايق. اتضربت كويس هحط معلقتين خل، كوباية لبن، واضرب تاني حوالي 4 دقايق. انا عندي 3 كوبايات دقيق، 2 دقيق ذرة وواحدة كوباية دقيق ابيض عادي. هنحط دقيق الذرة، بس انا ما لقيتش دقيق ذرة اصفر فجبت اللي هو الابيض. دول الذرة هنحط عليهم الدقيق الابيض ونمزجهم كده، وده ملح حوالي ربع معلقه كده، ومعلقه كبيره ونص بيكنج باودر. ودي مكسرات لقيتها كده في السوبر ماركت مكتوب عليها مكسرات للطاقه، فقلت يعني اغذي بيها كده البسيسه، فكتجربه كده هحط حبه صغيره. احنا متعودين نحط زبيب، نجرب جايز يطلع طعمهم كويس. وهما لما بيتغلفوا بالدقيق ما بيهبطوش تحت في الصينيه. هنبتدي بقى نحط السوائل، بسم الله الرحمن الرحيم. ونحرك في اتجاه واحد عشان ايه الهواء ما يخرجش منه. كده بقت تمام، هنبتدي نحطها، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا حاطه في الصينيه دهناها بمعلقه سمنه بلدي ومغلفاها بالدقيق كده، بس هنضربها 4 مرات عشان نخرج الهواء اللي منها وعشان تبقى متساويه. هنحطها في فرن لمدة 35 لـ40 دقيقة على 180 درجة. بسم الله الرحمن الرحيم، استوت وطلعتها، عملت لها طبعا تيست. وده البرتقال عملته بالسكر وخد غلوتين ثلاثة كده وبقى بالشكل ده. هبتدي بقى ايه اسقيها،
بسم الله الرحمن الرحيم. انا بستخدم المعلقة طبعا عشان ايه؟ تسقي كلها. كده بس ايه، هديها خفيف. ده اللي بيتحط على الكيك وعلى الجاتوه، بيدي منظر وطعمه حلو ومستحب يعني مع الكيك. ده شكلها بعد ما سقيتها الشربات البرتقال وزوقتها كده خفيف. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، والف هنا وشفا. وده شكلها ما اتقطعت، هشه وجميله، ريحتها حلوه جدا. وطعمها حلو. يا رب تكون عجبتكم، يا رب، والف هنا وشفا.